والواحد لازم يفرق بين الاثنين. احنا متعودين على ابو حاتم الله يمسيه بالخير بسلم عليه، لما كنا بنشوي كان غطى الشوايه مفتوح وقاعد بيهوي على الاكل. أوكي. واحنا متعودين كلنا اردنيين لبنانيين مصريين احنا طريقه الشوي اللي هي كده كده قاعدين بنتكلم وهذا اللي بنعرفه. طلع غلط. اوكي. الشوي بالغطى وهو مقفول بيحسن الطبخ وبيسرع الاكل وبيطلع قطرة. بالظبط. طيب سؤال، قد ايه حرق اذا احنا بالبيت عم نعمل الفرن وما عندنا ابو غطا والحراره برا مليون بدنا نعملها بالبيت، قد ايه حراره الفرن وشو الخطوه الجايه؟ درجه الحراره دلوقتي هنحطها على الهادي. لازم تقولي لي انت سلسيوس وفارنهايت على 200 اللي هي 110. بتتوكل على اقول وسط 110 110 اللي هي وسط ولا ولا 110 سلسيوس؟ مش 110 سلسيوس. اوكي. يعني بعد ما النار تغلي بشويه يعني تعتبر منخفضه لوسط. بالضبط. مش اكثر. بالضبط. مع انه غريب الناس دائما بتفكر انه لتشوي تطبخ مثلا الفخده او الكتف لازم تكون الحراره عاليه. لا. اوكي. ممكن تعملي كده في الاخر عشان تاخد وش تاخد كراست من برا. طب على حراره منخفضه لمتوسطه بنحط الضلعه مغطايه بالالمنيوم؟ لا، الاول تسيبيها زي ما هي. الدبس رمان فيه سكر والتوابل والدهن اللي هيطلع طب نحطها بالصينيه مثل ما هي هلا صح؟ هي.